مرحبا انيون معاكم يا سيفي كوريا. يا جماعه زي ما انتم شايفين الشارع زحمه جدا، الكورونا خلاص بتخلص تقريبا في كوريا، فالناس كلها ابتدت تطلع عادي تاني. يعني لو شفنا كده النهارده انا جيت سول، اصلا انا عايشه في مكان اسمه كونجو، دلوقتي انا جيت سول عشان يعني عندي مواعيد وقلت العب شويه. فالنهارده جينا في شارع مشهور في كوريا جدا، وهو اسمه او مشهور بالاخص في سول، وهو اسمه هوندا، شارع هوندا، وده من اشهر الشوارع المشهوره هنا في سول، معروف باماكن الشوبينج وال بقالنا كتير قوي بنصور كل يوم في البيت فالنهارده هاخدكم افسحكم معايا شويه في شارع هوندا. ليتس جو. اوكي يلا نبدا هنشوف شارع هوندا اللي معانا النهارده. معروف باماكن الشوبينج، بيكون في محلات وبتكون رخيصه جدا، فهنشوف مع بعض الاسعار تقريبا بتكون من كام لكام، لان في ناس مهتمه بالكوريان فاشن وبيحبوا اللبس الكوري. يلا بينا ليتس جو. طبعا انتوا شايفين الزحمه كان ما فيش كورونا خلاص، وانا لسه مخليه بالي والناس مخليه لسه بالها، الناس كلها لابسه الماسكس يعني، بس الناس ابتدت تخرج في الشارع كتير. الاول ما كانش في ناس بتخرج خالص، دلوقتي الوضع اتحسن اكتر، فيلا نتفسح النهارده شويه. في حاجة مشهورة جدا في شارع هوندا وهي اسمها تحارو أو تحاجو، ودي بتكون يعني زي متعلقة شوية تقريبا بعلم الفلك، يعني بيحاولوا إن هم يشوفوا حظك إيه أو هتعيش حياتك إزاي الأيام الجاية، فده بيكون مشهور جدا برضه في شارع هوندا. لو جيتوا ممكن تجربوا يعني just for fun. $2,000짜리니까 사는 거지? 내가 쓸게. شوفوا يا جماعة الايس كريم وقع مني، فقال لي هيديني واحد فور فري تاني. خلي بالي المرة دي، خلي بالنا. لا تضرب ايه؟ اوكي؟ يا ثانية. ثانك يو. المرة دي واحد اصغر شوية بس اوكي. بتعمل ازاي
ممكن بيكفي 3 أشخاص، ممكن لو رفيعين ممكن ياخد 4. anyway الصورة بتكون بساتشانان، ساتشانان يعني تقريبا $3 تقريبا او $4، اقل كمان من $4. في كيوت ستاف بقى، يعني حاجات كيوت ممكن تستخدمها وانت تصوره. يعني دي اكيد كده بس كده بيضربوا بقى نختار ديزاين هنا، يعني ممكن نختار الفريم شكله ايه، الكالر بتاع الفريم عامل ازاي، نختار ايه كالر، ايه اختاروا معانا الكالر، بلاك لا هاي بينك، بينك كيوت هاي بينك هاي ولا بينك هاي نو بينك دي. اوكي شو بدك نشوف هاي ومبون هك بيج لا هك بيج نو واي كم بكوني طالما. اوكي مش نعمل print بعد complete print printing. شوفوا خلصنا اخترنا الديزاين من هنا no. كل حاجة we're gonna get different pictures no way shit anyway كل مرة بنفشل في الموضوع ده بس anyway بيعمل printing فهنطلع ناخد الصورة من برا let's go اوه معقول ده ويت ويت اوبس الصوره طلعت من هنا زي ما انتم شايفين كده الصوره طلعت شكلها كيوت بصراحه عجبتني قولوا لي رايكم ايه في الكومنتس عجبتكم الصوره ولا لا قولوا لي برده في الكومنتس رايكم ايه في الديت بتاع النهارده في شارع هوندي وقولوا لي برده في الكومنتس ايه هي الحاجات اللي انتوا عايزين تشوفوها في كوريا هحاول ان انا اطلع بره واصورها لكم او حتى لو في حاجات عايزين تعرفوها عامه متعلقه بكوريا هحاول ان انا اصورها لكم في البيت او بره البيت خلصنا الحلقه النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب اشوفكم تاني الحلقه الجايه باي باي